سلمى، مع مهرجان الغلابة بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الثقافية لإبراز هاي الأحداث. طبعا فاصل ومنكمل باقي فقرات صباحنا غير. تتعرض البشرة لكثير من المؤثرات والعوامل والتي تجعل من العناية بها أمرا مهما، فالتغييرات التي تكون طبعا في طبيعة المناخ والأشعة ممكن تتعرض لها البشرة في فصل الصيف، وعوامل أخرى مثل المشاكل الصحية إلى أثر كبير ممكن أيضا يضر بالبشرة، عدة مشاكل منها البقع، البثور، الجفاف والكلف وغيرها. لنحكي أكثر عن هذه المواضيع بصرنا نستضيف معنا لليوم أخصائية البشرة سيدرا الواوي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخيرات. صباح الخير سيدرا. هلا حبيبي. هلا بالاول بدنا نحكي عن انواع البشرات بالتفصيل، كل بشره شو بتفرق عن الثانيه؟ تمام. هلا نحن ما في شيء اسمه نوع بشره معين، لانه دائما بياخذ هذا الموضوع جوانب متعدده. الاساس هن الخمس انواع اللي هن البشره الطبيعيه اللي معظم سكان الارض هن بشرتهم. في عنا البشره الحساسه، البشره الدهنيه، والبشره المختلطه، والبشره الجافه. بس اللي عم يصير هلا انه عم يكون سبيه في عندها نوعين بشره، ممكن يكون طبيعيه حساسة، ممكن جافة حساسة، دهنية حساسة، ممكن جافة مختلطة. بقى هذا الموضوع صار كتير متشابك، لهيك عم يلاقوا الصبايا مشاكل بأنه يحددوا نوع بشرتهم ويعرفوا شو الشيء المناسب يستخدموه لبشرتهم. طيب سيدرا، يعني مثل ما حكينا يمكن بالمقدمة، تغير المناخ والطبيعة صار عم بيخلي هذا الشيء كتير واضح على البشرة. طبعا. يعني مثل الجفاف الزيادة بالجو، الشوب الزيادة بيأثر. خلينا نحكي عن بعض هاي المشاكل صرنا عم نشوفها حاليا وبالذات بفصل الصيف. تمام. هلا أكثر مشكلة بيعانوا منها كل الصبايا بفصل الصيف هي موضوع المسام. هذا المسام عم يفتح لأنه أصلاً في عنا إما رطوبة زيادة أو جفاف زيادة بالجو، وطبعاً الحرارة بخلي بقى الجلد يفتح المسام مشان يتنفس ويأخذ أكثر كمية من الماء وبخار الماء الموجود بالجو لحتى يعادل رطوبته. هذا الموضوع بشكل مشكلة كتير كبيرة، لأنه أصلاً فونديشن، الباودر، أي شيء بقى بصير بيعطينا منظر كبير، لأنه من خصائص البشرة المتقدمة بالسن هو المسام. تلاقي صبية كتير صغيرة بس عندها هذا الموضوع. بدنا بقى ندير بالنا بالصيف نغسل على طول، ما نخلي الميك اب على وشنا وقت كتير طويل، لانه هذا الشيء بيزيد من عمليه تسكير المسام، خليها تفتح بزياده، وبصير في عنا بقى تراكم اوساخ، بصير في عنا زيوان، بثور، حب. لهيك موضوع انك تلحقيه بقابضات المسام، التونر، المطهرات، ممكن معقمات، الترطيب للبشره الجافه مشان نحميها من العوامل اللي بتخلي انه يصير عندنا مسام مفتوح بالصيف. سيدرا حكيتي عن الترطيب للبشره الجافه، يعني هي نصيحه صغيره مرقت معك، بس نحن هلا بدنا نصائح لكل بشره، شو بتنصحي فيها بالتفصيل بفصل الصيف وبفصل الشتاء؟ تمام. هلا اهم شيء البشره الطبيعيه انه ما تستخدم لا شيء قاسي عليها. يعني اذا انت عندك بشره طبيعيه ما تروحي تجيبي غسول البشره الدهنيه وتقولي وشي عم ينشف، لا، انت بشرتك طبيعيه، عندك افراز طبيعي للدهون، حاجز البي اتش ضمن النورمال، صح؟ لهيك انت ما بقى تنشفيها او ما بقى تديها لترطيب، تستخدمي اي بشره الشيء المناسب. وحكيت قبل بمره انه هلا صاروا البراندات ان كانوا الطبيه ولا التجاريه عم يحددوا، انا عندي هذا الكريم للبشره العاديه، هذا للبشره الدهنيه. كثير ضروري انه نلتفت لهذا الموضوع، واكيد انا بروح على الشيء الطبي دائما. بقى ممكن نكون النصيحه العامه لكل البشرات، استخدمي اللي بيناسب بشرتك. غير الكريمات والماسكات سيدرا، قد بتشوفي انه في ناس بتلجا كمان سلمى للطبيعي، الماسكات الطبيعيه، بنشوف انه ممكن ماسك الخيار اوقات، ممكن الصبار، هذول الشغلات اللي كثير صار في ترويج لها بالفتره الاخيره، فدي بتشوفي هذا الشيء فعلا صح؟ شو هي الماسكات الطبيعيه اللي هي بتوقعي انه تعطي نتائج افضل من الطبي؟ هلا انا ماني حدا كثير مع الماسكات الطبيعيه، لانه عملي كاخصائيه دائما بخليني اروح للشيء اللي هو بنقول قاطع، يعني انه انا بدي حل هذا الموضوع. انا بدي اعطي صبيعي ماسك طبيعي، بده وقت اول شيء، بده التزام، بده انك تحضريه صح، وتعرفي شو نوع البشره اللي انت بدك تروحي معه. يعني دائما بيشوفوا ماسك بيروحوا بيطبقوه، هو كثير غلط يكون. في ماسكات ما انا منطقيه عم تنزل، مثلا ماسك قرفه، ماسك ما بعرف شو، فحم، بالصيف عم يحطوا لي ثلج وليمون على وشهم وبيقولوا ليش وشي احترق،
انتي وشك ما حترق، انتي حرقتي. هو هي الفكره انه كثير مهم انه نشوف بشرتنا شو بدها. هي اصلا بتعطيكي علامات، يعني وقت اللي بتحرقك معناته هي ما انا مرتاحه، وقت اللي بتطلع افراز دهون زياده معناته انتي عم تعطيها شيء زايد عليها. هي كثير بتحكي معك اصلا، والله انا عندي مسام ليش؟ لانه انتي اصلا ما عم تديري بالك عليها، المواد اللي عم تستعمليهم غلط، طالع لك حب. ممكن الفراشي والاسفنجات اللي انتي عم تستخدميهم وسخين، اطفيهم جربي. ممكن حتى وش المخدة اللي نحن مننام عليه ضروري يكون قطن، أو ممكن يفضل يكون مثلا حرير، أنه هذا الصح للبشرة. بس أنت ما بديروا بعضنا على هدول الأمور. أحيانا الشعر، البلسم، الشامبو اللي أنت بتستخدمي ما تجيبيه على وشك. يعني هدول تفاصيل كتير صغار نحن بحياتنا اليومية، بس هنن بيعطوا كتير إفكت كبير على البشرة. ممكن أنت تكوني عم تتحممي وشك حرقك، معناته الشامبو كتير قاسي، لبقى تجيبيه على وشك. بقى هدول القصص كتير صغار. هلأ ممكن أنا كتير بحب من الطبيعة العسل، لانه هو بيروح على كل انواع البشرات ولكل المشاكل. فيه انتبيوتيك طبيعي للمجهر الدهنيه اللي عندها حب، فيه مرطبات طبيعيه، فيتامينز، فيه شمع اللي هو بيحمي البشره الجافه. بقى انا كثير بحبه وكثير بحب انه الصبايا يحطوه، خصوصي بالصيف كثير بيساعد على ترميم البشره، لانه هو اصلا اكثر مرمم. دائما الكريمات اللي فيها نسبه ترميم بيحطوا انه فيها نسبه عسل. بقى هو كثير مهم خصوصي بالصيف مشان نحمي بشرتنا من الشمس. طيب سيدرا، مثل ما حكيتي اوقات يمكن يكون في حوالينا شغلات بسيطه اما سوء استخدام لها، او اوقات يمكن جهلنا بالطريقه الصحيحه بتؤدي الى نتائج سلبيه. يعني العسل مثلا، اذا بدنا هيك نعطي نصيحه للناس كيف ممكن هي تستخدمه، شو الطريقه الصح، الكميه اللي لازم تحطها، طريقه تطبيقه. لانه يعني في ناس مثلا بتغسل وشها حتى بيكون مثلا بيكون بقيان بقايا مكياج او من دون ما تحط اي شيء، بتحط فورا مثلا الخيار او اللبن او مجموعه خلطات مع بعض. هذا اللي انه هيك قريت على النت يعني. تمام. فشو الطريقه المثلى يمكن لاستخدام كل ماسك؟ هلا اهم شيء انه قبل ما نوصل لمرحله الماسك نعرف انه في شيء اسمه مزيل مكياج، في شيء اسمه غسول. مستحيل الغسول ياخذ دور مزيل المكياج. المكياج هو بالنهايه فيه بودره، فيه نشا، يعني هدول اهم قصص اساسيه فيه. بقى نحن بدنا ماده سائله او دهنيه لتشيله. ممكن الشيء الطبيعي اللي معظم الاحيان انا بحبه كثير مشان نزيل فيه الميك اب هو زيت اللوز الحلو، لكل البشرات هو بيمشي. بس كثير غلط انه نخليه، لانه اصلا نحن اذا بالقطنه شلنا الميك اب بزيت اللوز الحلو ضروري بعده نستخدم الغسول. بعدها بالغسول بنحط معه المي. ليش؟ انا بكون شلت كل شيء وسخ، اثار ميك اب، وضمنت انه المسام من جوا انا نظفتها. طبعا الغسول حيكون مناسب لنوع بشرتي حسب ما الاخصائي او الدكتور او انا تثقفت عن الموضوع وعرفته. بعدين نحن بقى نجي لخطوه الماسك. هلا العسل ممكن مثل ما قلت قبل نستخدمه لكل البشرات، البشره الطبيعيه والدهنيه والمختلطه ممكن نحط معه لبن. اما البشره الجافه والطبيعيه الجافه والحساسه نخلي عسل مع زيت، ويفضل زيت زيتون او زيت اللوز الحلو. وبفضل اكثر من زيت الزيتون زيت اللوز الحلو، خصوصي بالصيف بيعطي نتائج كثير احلى بواحد لون. وبكل الاحوال هو العسل انتيبيوتيك ومرمم للبشره. ممكن نحطه لحاله اذا انا والله تخربطت ما عرفت مع شو بدي احطه، حطيه لحاله مرتين بالاسبوع لمده 20 دقيقه، استني لينشف، بعدين غسلي، حطي كريمك المرطب المعتاد اللي انت بتحطيه كمان المناسب لنوع بشرتك. طبعا سيدرا كثير من الصبايا بيسالوا انه هن عندهم مشاكل، مشكلتين اللي كثير الكبار واللي دائما بيشكوا منهم، انه اول شيء حب الشباب، ثاني شيء الحفر. فخلينا نحكي عن هدول المشكلتين وعلاجهم بالتفصيل. تمام. هلا موضوع هذا، يعني هذا القصه هي اهم مشكله صراحه. تمام. وهو هذا بشكل تحدي كثير كبير، وللاسف في بعض صبايا، يعني انا دراما بس والله بيعمل عقده نفسيه عند بعض بنات. يعني في بنات بيقولوا لي بليز وشنا عن جد عملنا مشكله نفسيه. ودائما علاجه مؤلم، يعني مؤلم ومتعب وبياخذ وقت وبده التزام من الصبيه قبل من الاخصائي. خلينا نحكي عن الاسباب والعلاج. الاسباب دائما انه في انواع من الحب خصوصي بمرحله المراهقه بيكون موصل لطبقه كثير عميقه بالبشره. وقت اللي نحن مثلا عالجنا هذا الحب او اخذت نوع معين من الادويه وراح هذا الحب، بده يبقى العلام تبعها لانه وصلت لطبقه من الجلد ما عاد عنده الجلد قدره على الترميم، يعني ما في طبقه مفرزه للخلايا. بقى بصير عندنا جوره.
هلا وقت اللي بتجي لعندي اي صبيه انا بقول لها انه هون موصل لدرجه عميقه وهذا لا ممكن يترمم، ببين حسب العمق وحسب شكل الفتحه تبعيه الجوره الموجوده. العلاج بيكون بقى معنا 3 خطوات. اول خطوه اللي نحن بقى بنشوف اذا في حب لسه موجود بنعالجه، واذا ما في فورا بنبلش بانواع التقشير المختلفه، اما كريستال اما كيميكلز اما احماض فواكه او منزلي هي بتستخدمه، لحتى انا وصل لمرحله احس انه صار في عندي تساوي بشكل يعني معين بدرجه تفاوت طبقات الجلد. الهدف من التقشير انه اشيل اكثر طبقه بقدر فيها من الجلد لحتى اقدر اخلي الحفره تصير سطحيه. طبعا بعد ما وصلنا لهي المرحله في جوار هن ما في اصلا طبقه ترممون وكثير عميقين، نلجا لشيء اسمه المواد المالئه. طبعا هذا بده كثير دقه بالعمل وما بياخذ نتيجه يعني فوريه، لا هو بالعكس بياخذ نتيجه فوريه بس بده تكرار، لانه اصلا ممكن الجلد فورا يمتصه، لانه انا في عندي حفره في عندي ما في تحت منها طبقه مولده بتعتبرها ماده غريبه الجسم فورا بحاربها وبيمتصها. بس هي ضمن الجلسه الصبيه من اول جلسه بتلاقي نتائج فوريه لانه انا فورا عبيت الحفره. بدها تكرار؟ ممكن بدها تكرار على الاغلب مرتين مو اكثر من هيك. بتلاقي نتائج فوريه ويمكن شافوا الصبايا انه عم تعطيني نتائج كثير حلوه وفوريه وعم يكون لون موحد معظم الاحيان، يعني ما بيكون في تفاوت بالالوان. طيب سيدرا كمان خلينا نحكي شوي يمكن عن بعض النصائح اللي الناس بترغبها بفصل الصيف، مثل شو يمكن الواقي الشمسي لازم استخدمه، كيف اذا انا مثلا رايحه على البحر شو لازم اعمل، اذا انا مثلا بحط مكياج كثير مثلا شو لازم الخطوات اللي لازم اسويها لاحمي شوي البشره خلال هذا الفصل. تمام. هلا اهم شيء الواقي الشمسي صيفا شتاء، و بتختلف درجته يمكن؟ هلا هو بتختلف الدرجه حسب لون البشره. علميا انه لازم تدير انه الاس بي اف يختلف اذا كان 30 ولا 20 ولا حتى 50 حسب لون البشره، بس فينا نقول بشكل يعني وسطي عنا خصوصي بسوريا مثلا وخصوصي انه شمسنا كثير صايره حده، اكيد الاس بي اف 50 بلس هو احسن شيء، يعني كل الصبايا وكل الالوان يستعملوا، لانه اذا انت مو بس المشكله انه يتغير لونك، نحن في عندنا مشكله اهم بكثير من موضوع اللون ولا حتى التصبغات، انه الشمس بتسحب الكولاجين الطبيعي من البشره، فانت عم تخسري بطريقه او باخرى الماء من البشره وعم يعمل لي عندي تجاعيد مبكره. يعني الهدف الاساسي من الواقي الشمسي هو حمايه البشره من الشيخوخه مو من التصبغات ولا من فرق اللون. بس في عنا هلا كمان واقيات شمسيه عم تروح لموضوع الوايتنينج، بس الهدف الاساسي ابد دائما من الواقي الشمسي هو هذا الموضوع، ما بيحميكي من انه وشك ما ياخذ لون وبيحمي بشره من الشمس. بدك تحميها من اللون بدك تدير بالك لو ما تمشي بالشمس المتوهجه، ودائما نحط ممكن طاقيه ممكن نمشي بالفي ممكن نجدده كل ساعتين، يعني هدول تيبس كثير صاروا متداولين بين العالم والا اللي بينفذوهم. كمان سيدرا بيقولوا انه ممكن المساجات دائما للبشره ولعضلات الوجه ممكن هي تفيد وتقلل شوي من الشيخوخه، قد هذا الشيء صحيح وكيف ممكن يكون بطريقه صحيحه فعلا؟ هلا هذا الشيء مو بس كثير مهم، هذا اساسي، وفينا نقول دول شرق اسيا بيتوجهوا له كاحد اهم اسباب علاج البشره، وفي عيادات بتعالج كثير من مشاكل البشره بالمساج. المساج الهدف الاساسي من اول شيء تنشيط العضلات، هذا الشيء يعني لكل الجسم، والوش فيه عضلات واكثر اصلا منطقه فيها عضلات بالجسم هي الوش. بقى لما انت بتعملي مساج لبشرتك اول شيء انت عم تنشطي عضلات، ثاني شيء انت عم تشدي العضله يعني ترجعيها لمكانها الصح، واهم عضلتين عندنا بدنا نرجعهم لمكانهم الصح بالمساج هن عضلات الخد، انه انت بتضحكي وبتحكي في عندك الفيشل اكسبريشن كل النهار. بقى اول شيء ببين لما الوحده بتكبر بالسن خدودها بينزلوا لانه هو الصح يكونوا فوق، لهيك نحن كثير بالمساج بنركز على هذا الموضوع انه نرجع عضلات الوش لفوق، وبصير المساج اكيد لفوق. وثاني شيء الرقبه كثير مهم انه نعمل لها مساج،
اكيد بيكون دائما لفوق. ليش؟ لانه الجاذبيه الارضيه بتسحب الوش لتحت، بتسحب العضلات لتحت، فنحن بنعمل المساج لفوق عكس الجاذبيه الارضيه مشان نروح اثارها اللي بتصير مع السن واضحه اكثر. اول فائده حكيتها اللي هو ترجيع العضلات. الثانيه هو انه بتساعدني على امتصاص الماده المرطبه او المغذيه او المعالجه. درجة حرارة الإيدين أكبر من حرارة الوش، هي الحرارة شوي زايدة عن البشر عن بشرة الوش بتساعد إنه الكريم يفوت أسرع. وثالث شيء تنشيط الدورة الدموية وتصريف السموم. إحنا في عنا أوعية دموية وفي عنا أوعية لمفاوية. الأوعية اللمفاوية هي بتحتوي كل شيء فيه سموم تطرحها العضلات، بقى تراكمها بالبشرة بيعمل لي صفار، بيعمل لي مظهر كامد، بتحسي الوش ما فيه نضارة وحيوية. وقت أنا بعمل مساج يوميا ولو لمدة كم ثانية بالليل بالكريم المرطب اللي أنا بحطه قبل ما أنام أو حتى المعالج، هيك أنا بساعد يصير عندي تصريف سموم، يعني بعطي نضارة إكسترا أنا لبشرتي. يعني كمان يمكن بيقولوا من النصائح انه هي بتفيد بعض الامراض مثل الصداع او التوتر، بتفك التشنجات. خلينا نحكي يمكن عن التقنيات الجديده اللي عم نشوفها كثير، انه مثلا الميزو او الحقن بالوش، قد هي فعلا مفيده ممكن تساعد بترميم البشره، ولا نحن لا خلينا نبتعد عنها؟ شو راي حضرتك في الموضوع؟ لا ما فينا نقول نبتعد عنها، يعني بالنهايه هذا الموضوع هلا صار موضه وما فينا ننكر انه له اهميه. لهيك لازم نوضح انه ايمت بيكون استخدامه صحيح. طبعا. شو الاعمار يمكن اللي نحن بنستخدمه، شو الاعمار اللي لا، يعني انه لسه بكير فيك عندك وسائل تانية بشرتك طبيعيه تفرزها. بالضبط بالضبط. هلا اكيد نحن ما في حدا مع انه صبيه بعمر صغير تبلش بالعلاجات اللي بنقول انها مسميها سيفير او القصوى. انه انت بقى بدك تبلشي تفوتي بهذا الموضوع، وانت طالما فتي فيه خلص بدك يعني بدك تضلي مكملة. ما فيني والله أنا مثلا أعمل فيلر أو بوتوكس أو حتى ميزو مرة وفكر حالي أخذت هاي النتيجة خلص لآخر حياتي. لا، هو تراكمي أصلا إن كان البوتوكس ولا حتى الفيلر ولا الميزو بده أكتر من جلسات، وبده أنك تابعي فيه خلص كل حياتك. والله في حالات أكيد، يعني أكيد في حالات. هلأ مثلا في بعدين إذا بدنا نحكي على البوتوكس اللي هو مادة مجمدة للعضلات أو هي بتشل العضلات بشكل مؤقت، هو ما نوع أبداً علاج تجميلي. هي أول نقطة. يعني في ناس تستخدم البوتوكس تجميلي بتغير ملامح بوشها بطريقة معينة يعني مدروسة أو لا، بس البوتوكس هو بالأصل مشان يجمد عضلات الوش، إن كان منطقة محيط العين مشان ما يطلع لي تجاعيد، ولا إن كان منطقة الجبين مشان أنا ما يصير في عندي خطوط عرض أو بالطول اللي هي الزورة أو حتى رفات الجبين، أو ممكن نستخدمه بسن كبير بمنطقة الدقن مشان يشد شوي. هلأ هو أكيد علاج فعال بعمر معين بيلزم، وفي صبايا هن مهنتهم أو طبيعة حياتهم بتلزم. يعني ممكن تلاقي صبية عمرها 20 بس كتير بتزور، يعني هي طبيعتها بتزور، إن كان بتركز بتزور أو هي متعودة إنها تحكي وتزور أو كتير تتحرك. لا عملي، لأنه أنت حتوصلي لسن ممكن 30 صار عندك شرخ بالعضلة، ما عاد فينا حتى البوتوكس او الفيلر يروحها بشكل كامل. بقى هذا الموضوع انت بقى بدك تروحي فيه تستشيري. اما والله في صبايا بتقولك انا بدي اعمل بوتوكس لارفع حواجبي، هي ما عندها مشكله، هي حابه تعمل شيء تجميلي. هون بقى بصير شغلات شخصيه، يعني كل صبيه هي شو بتحب. بس لا، هو بالنهايه علاج طبي وحتمي، وبعمر معين كل الصبايا لازم يبلشوا فيه. انا يعني بحب البوتوكس مثلا اكثر من الفيلر، اكثر من اي علاج ثاني. الفيلر بيروح تجميلي اكثر، اما البوتوكس لا. اكيد سيدرا، يعني الحتمي بالموضوع انه نحن كثير اخذنا من حضرتك اليوم نصائح مفيده، ونتمنى كل الصبايا والسيدات اللي تابعونا يكونوا استفادوا مثل ما استفدنا. شكرا لوجودك معنا. هلا هلا هلا. اكيد يعني كثير حكي وكثير اسئله واستفسارات ان كان عندنا. انا معلومات ما تخطر على بالنا، انه هي يعني اول مره اعرف انه البوتوكس بحالات معينه هو مفيد. يعني الرائج عند الناس انه هو لا بحذروا لا لا تعملي بوتوكس مثل ما بنقول سلمى، يعني كثير معلومات نحن فعلا بحاجتها. فشكرا كثير للي المعلومات اللي اخذناها، وناطرينك اكيد بالحلقات اللي جايه. شكرا. هلا هلا. اما هلا مشاهدينا فصار